اذكر جزءا من الجسم يذكر بكلمات الأغاني. قلتي قلب. القلب. يا قلبي يا قلبي يا حلو. 29 نقطة. هو مو على احتمال، ربما اكو احتمال اعلى اللي هو عيون مثلا، ما اعرف. لكن السؤال الثاني ايضا يقول اذكر شيئا مرتبط بالشخير، وكان جوابك هو النوم. صح. 30 نقطة. حلو. السؤال الثالث، السؤال الثالث يقول اذكر اسم شارع في بغداد، وكان جوابك شارع أبي نواس. أبو النواس، أبو النواس. وجاب 28 نقطة. والله قاعد تقتربين يا أزهر، يعني قلنا 147 نقطة الآن، يعني بقت تزيد 53 نقطة. 53 إذا جاءت إجاباتك على السؤالين صح، هذا يعني ممكن أن تفوزين بالجائزة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. واثقة؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. إيش قد واثقة؟ 50%. 50%؟ قليل. حرام. مفروض. يعني خلينا نشوف. 53. 53. السؤال الرابع يقول اذكر شيء يترك بقع على الأسنان. أنت قلتي؟ ها؟ القهوة. القهوة. قهوة وشاي صح؟ القهوة. 31 يعني 178 نقطة. 178 يعني باقي لك ايش قد؟ 22 نقطة. السؤال الأخير إذا إجا صح ممكن تفوزين، وإذا لا تتأهلين أنت والعائلة إلى الحلقة. أما هاي لازم تقرصون إذن، تقرصون إذن العلي لأنه قال الإذن تجيب بكلمات الأغاني. أخ يا إذني ما أدري والله شلون جاب الإذن، ما أدري. إذن نروح على السؤال الأخير والخامس والمهم اللي ممكن أن تخسرون به أو تربحون. السؤال هو اذكر حيوان في القصص الخرافية. أول مرة قلتي ديناصور، قلت لك عيدي، قلتي التنين. والتنين يا حنين يا تنين يا ونين يا بوتين. التنين، التنين أعتقد ما يجي بالقصص الخرافية، يمكن الخفاش مدري شنو، التنين، الديناصور، ما أعرف. يلا عاد طلعوه. إيش قد الرقم؟ الرقم، الرقم، أنا من يمي متت الرقم. الله. مبروك مبروك لكم. مبروك. تفضلوا 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 تفضلوا. مبروك 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 مبروك. نقول مبروك لعائلة التميمي هذا الفوز الجميل بالجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. فوز حلو، إجابات دقيقة، خاصة اليوم أزهار بدعت. أزهار اليوم مزهرة بعد ما علي خذلها ب60 نقطة. قال الإذن تذكر. أخ يا إذني، أخ يا قلبي، أخ يا عيني، أخ يا كبدي. المهم الآن علينا بالجائزة. وين الجائزة؟ وين الجائزة؟ 10 مليون دينار. تستاهلون الجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. مبروك مبروك تاخذيها. مبروك مبروك مبروك. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. مبروك علي، مبروك.